أسلم، أسلم على من اتبع العقل ونبذ النقل وخدم مخه شوية. نحاول في الفيديو هذه باش نجاوب على بعض الأسئلة وبعض النقد. نحاول كل مرة يكون فما أسئلة نجاوب عليهم على قدر المستطاع. أنا في الحقيقة ما ضد فكرة أن الواحد معناتها يكتب مقال ولا فيديو ولا كتاب ويقطع الاتصال مباشرة. صحيح ما بعضهم معناتها مشهورين وياسر معناتها عليهم الأسئلة، ولكن هذا الاتصال ياسر مهم باش يكون فما شوية من التواصل من بين اللي يتكلم واللي يسمع. على كل حال نشكركم كلكم على كل نقد ولا على كل سؤال، وراني ما عندي حتى مشكل مهما كانت الفكرة ما دام احنا اخترنا حرب فكرية، اذا نتحملوا كل الاشياء وكل انواع النقد وكل انواع الاسئلة ونجاوب عليها على قدر المستطاع وعلى حسب وجهة نظري، ونأكد ان وجهة نظري تمثلني كان انا فقط. يعني انا مانيش نتكلم لا باسم الملحدين ولا باسم اللادينيين. انتم تعرفوا ان الملحد واللاديني هو عبد مستقل بذاته، ما يتبعش مجموعة. يعني وقت تكون لاديني انت اخترت باش تكون غير تابع لأي مجموعة مهما كانت. هذه فكرة معناتها تعرفوها وتعرفوا اللي الشهادة متاعي، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب روحه. باهي نحاول بنجاوب الأخ مانيكام، قال لي هذا الفيديو معناتها اللي عملته على اللعن في الإسلام في القرآن والسنة وعند السلف الصالح وعند علماء بين قوسين المسلمين وعند عامة الناس أنه ضعيف، ويذكر أسباب الضعف أن فيه انفعالات. أول شيء الانفعالات أنا مانيش نتحكم فيها، أنا نحاول باش نكون أكثر شيء طبيعي. النجم نظهر لك اللي أنا مانيش منفعل، ولكن في داخلي نكون منفعل. وأنا المبدأ بتاعي عدم النفاق والتعبير والتصرف طريقة طبيعية. أما المسألة الثانية أنها غير علمي، نجاوبك شنو هو اللي في الإسلام علمي. فما في الإسلام حاجة علمية ولا منطقية أصلا؟ كما ذكرنا أن الإسلام مش دين، وحتى كان جا دين هل هناك في الدين منطق وهل هناك في الدين علم؟ اللي يؤمن بدين راهو ينكر المنطق، لأن الإيمان كالحب بالقلب ليس بالعقل. إذا أي واحد يتكلم في أمور دينية أو عقائدية يتكلم بالإحساس ليس بالعقل، وما هوش مجبور باش يقدم براهين. علاش؟ على خاطر هو حاجة يحس بها هو ويعبر عليها. وقت نتكلموا في المجال العلمي في الرياضيات في كل شيء، وقتها النجم نتكلموا على العقل ونتكلموا على البراهين. ولا وقت نتكلموا في المجال الفلسفي ولا ندخل في جانب فلسفي في الدين. اما احنا هوني في الفيديوهات هذو اللي باش نطرحوهم قاعدين نعرفوا في المسلمين دين ربهم. ما نظنش هذه معناتها كلمة دين ربهم انت تعتبرها معناتها تهجم. فهمت؟ هذيك المشكلة مش نتاعي انا. لو الشخص اللي يسمع يتقلق من الكلام اللي يتقال فهي مشكلته هو اللي مازال ما وصلش المستوى انه يقبل اي فكرة مهما كانت. ده نرجع معناتها للنقد بتاعك اللي هو معناتها نشكرك عليه، معناتها جيد فهمت. راهو الاسلام له علم صحيح وله فلسفة وله شيء، هي عادات وتقاليد. ونرجع للخص اللي قلناه، هي عادات وتقاليد عربية أخذت صبغة دين وعقيدة. كما قلت لكم أن اللعن أو النبذ موجود، هو أو في كل الشعوب معناتها، أما مش على أساس معناتها في كل الشعوب طريقة أو بأخرى. لكن عند العرب قبل الإسلام كانت مسألة مهمة عندهم النبذ، ما يسمى باللعن، كانت جدا مهمة. ومحمد ما ينجمش يخرج، وكأي دين ظهر ما ينجمش يخرج
من اطار البيئه اللي نشا فيها. اي دين مربوط بالبيئه اللي نشا فيها، وفما حاجات ينجم ينحيهم وفما حاجات ما ينجمش. هو اللي عمل انها اللعن جعلوا معناتها ضمن الاسلام وضمن العقيده الاسلاميه. اي علم واي برهان، انا جي نقول لك راهو رب محمد يلعن، وراهو محمد يلعن، وراهم الصحابه يلعن، وراهم الائمه بين قوسين نتاع الاسلام يلعن، وراهو عامه الناس يلعن، وهذا امر طبيعي في الاسلام وفي العقيده نتاعك. هل انت ترى هذا الشيء عادي؟ هل يمكن لإله ان يلعن؟ هل يمكن إله ان ينبذ مخلوقه مهما كان وان كان ابليس؟ ها هو السؤال اللي لازم يتطرح. كي تحب تنقد انقد الفكره هذه. هل من المعقول ان ينقد ان ينبذ إله مخلوق قد خلقه؟ على خاطر وقت تنبذ حاجه انت صنعتها بيديك، اللوم مش في معناتها في الحاجه اللي صنعتها، اللوم في اللي صنع الحاجه. نظن هذه معناتها الفكره واضحه. تحب معناتها تنقد الفكره انقد، معناتها انت باش تنقد الاسلام ما تنقدنيش انا، خاطر انا طارح افكار باش المسلمين يعرفوا، وقلت لهم بكل وضوح عن يا اما تلعنوا يا اما انتم راكم ماكمش تطبقوا في الاسلام نتاعكم، ولازمكم تلعنوا فقط اللي قال لكم عليه ربكم وقال لكم عليه رسولكم واللي تبعوه الصحابه واللي يامروكم به الائمه نتاعكم. نظن هذه الفكره واضحه. صحيح معناتها انت تقول لي مثلا معناتها علاش ما تعملش كيما عدنان ابراهيم؟ انا معناتها منحب نعمل كيما حد، كل انسان يعمل كيما يرى. يقول لك ما يحس بالجمره الا اللي عفص عليها. ونزيد نقول فهمت اللي يحس بالجمره مش كيما اللي يدفى بها. وعدنان ابراهيم فهمت قاعد يدفى بالجمره. الجمره المقصوده بها هي الاسلام والفكر الاسلامي. يدفى بها ويحاول معناتها باش يبدلها ويردها حضاريه وكل شيء. انا لا، انا عاكس عليها الجمره. والاف الاف اللادينيين ولا مسلمين في العالم العربي الاسلامي عايشين ويذوقوا في الويل بتاعها. اذا اسلوبي انا مانيش باش نتبع حتى انسان، نحترم عدنان ابراهيم واسلوبه وعنده اللي شاهدوه، وما عندي حتى مشكله من الناحيه هذيك، ونسمع له الفيديوهات نتاعو فهمت. وانا راني ما نتبع حتى حد، نمثل كان روحي. نظن جاوبتك على فهمت على نقدك وعلى اسئلتك، رغم اني لا اتفق مع اسلوب عدنان ابراهيم، واعتبره انه نوع من التخدير الثاني، معناتها ما يفتحش العقول وانما يعطي تبريرات، يعطي تبريرات ويعطي تفاسير لحاجات اخرى. ماهوش مش يحل المشكل، مش يحل المشكل اللي احنا عايشين فيه من الفكر الاسلامي بصفه عامه، الاسلامي ولا الاسلام بحد ذاته، وانما يحاول ان يجد لها اعذار. كما واحد مثلا نعرفش انا يشوف حاجه خايبه 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 معناتها تلمو خايبه، يحاول باش يغطيها بحاجه اخرى باش ما تظهرش الخيوبيه نتاعها وما تظهرش ريحتها الخامجه. هكاك بالنسبة لي الفكر الإسلامي. باهي، نمشيو للسؤال الثاني. جورو علي يقول لي وهل هناك فرق بين الحرب ضد الإسلام والمسلمين؟ بالطبع فما فرق. خاطر احنا وقت نقولوا مسلمين نتكلموا على عامة المسلمين. بعضهم يطبق في الإسلام وبعضهم ما يطبقش في الإسلام. وانتوما تعرفوا اللي فهمت المسلم هو من يطبق الاسلام، ومن لا يطبق الاسلام في الاسلام لا يعتبر مسلم. الاسلام نعرفه اللي يقسم المسلمين الى مؤمنين ومسلمين. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا. يعني فما ايمان، وهما كما نقولوا العباد اللي عندهم ايمان راسخ بالافكار الاسلاميه واللي نسميوهم احنا
الإسلاميين المتشددين مؤمنين بالقضية متاعهم، وفما مسلمين يصلي ويصوم ويعمل كل شيء ويأيد هذوما المؤمنين يعني الإسلاميين، وفما مسلمين وارثينه يعني الإسلام بالنسبة لهم وراثة، ما يصليش ولا يصلي مرة ومرة لا، يمكن يكون مسلم علماني نجم يكون فهمت، وهذوما أكثرية في العالم العربي الإسلامي ياسر ما يعرفوش الإسلام وما همش يطبقوا في الإسلام. إذا أنا هذا ما نهاجمهمش، أنا نهاجم الإسلام وكل واحد يطبق الإسلام. وقد قلت معناتها من قبل كل من الإنسان يطبق الإسلام على قد ما يدخل في دائرة الهجوم، الهجوم مش على ذاته كشخص، لا على الفكر اللي يحمي. فهمت؟ هذه هي إجابة على السؤال نتاعك الأول. إجابة على السؤال الثاني نتاعك، احنا ماناش مجبورين باش تصحيح الأفكار، حتى واحد ما هو مجبور باش يصحح الأفكار، أما كل واحد من حقه أن يعبر على فكره. نقول لك حاجة، حتى إنسان ينجم يبدل إنسان، الإنسان كي يحب يتبدل يتبدل وحده. تقول لي يعني مراعاة حجم عقليتهم، كيفاش تحترم إنسان عقليته تؤمن باش تقتلك؟ كيفاش تحترم عقلية إنسان وفكرة إنسان باش يمنعك من حريتك؟ كيفاش تحترم فكرة إنسان يلعنك ويسبك ويشتمك ويبعدك؟ نظن معنتها كي تجاوب على السؤال هذا تعرف معنتها الإجابة على سؤالي، فهمت؟ على معنتها سؤالك. أنا نهاجم أفكار ليس أشخاص، تكون المسألة واضحة. باهي نتعدل للسؤال اللي بعده. صاحبي قال لي لازمك تتكلم في مواضيع أخرى كما الهمجية محمد وهوسه بالجنس وفهمت وبال انعدام الحرية وكل هذه الأمور الموجودة والأخطاء العلمية في القرآن وكل الأمور هذه، فهمت؟ كما عمل إبراهيم عندما كسر الأصنام. يا سي صاحبي كلامك جدا معقول، هذه الأمور الكل باش نحكي عليها، أما أنا حبيت نبدأ بالمرحلة بالمرحلة. عندي مدون تقريبا مئات، خاطر هذوما الفيديوهات انا حطيتهم على معناتها قبل ما نديت فيهم وضعت البرنامج نتاعهم، وكتبت مئات المواضيع اللي لازمنا نتكلموا فيهم، وبديت باللعن كمرحلة أولى، من بعد باش نتبعوا بالشتم والسب في الإسلام على حسب القرآن والسنة، من بعد باش نتطرق لهذوما الكل في الفيديوهات القادمة. بالحق عندك الحق، لازم تكسر الأصنام، ما تنجمش تبني حضارة بدون أن تهدم، ما تنجمش تبني دار من غير ما تهدمها مش تعاود تبنيها من جديد. دونك الواحد السؤال متاعك في محله، نظن هذوما هما الأسئلة اللي موجودين. به هنا قبل ما انت ما نختم هالفيديو هذه اللي هي باش تكون قصيره ما تكونش طويله، حبيت نقول حاجه برك قبل ما نختم. نوجه معناتها كلامي لكل انسان عنده نقد او فكره مهما كانت ضد هذا الفكر الاسلامي الجاهلي المتخلف العنيف، انه ما يبخلش باش يكتب وباش يتكلم وباش يعبر ويقول وجهة نظره لو عنده القدرة لذلك، على خاطر ما لازمناش نخليه الساحة المجموعة بين قوسين من العلماء الجهلة يسيطروا عليها. وإحنا نعرف ان العالم العربي الإسلامي يحب الحكايات ياسر، إذا ماذا بيا معناتها خرجوا قبل كيما ملحد مصري وغيرهم 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 المصريين والسوريين، ونتمنى انه يخرج ملحد ليبي وملحد جزائري، ومش ملحد واحد عشرات
أو لا دينيين أو لا أدريين أو يؤمنوا بالله فقط، يعني كل ما هم لا دينيين، ويخرج لا ديني مغربي ولا ديني سعودي ومن كل الدول العربية وما يسمى بين قوسين الإسلامية، سواء بوجههم الحقيقي وباسمهم أو بدون، المهم باش العالم كامل يعرف اللي راه العالم الإسلامي والعالم العربي قاعد يتغير، واللي فما عباد ما عادش خايفين لا من الفكر الإسلامي ولا من الإسلاميين، وإن المعركة باش تكون قوية وباش تكون فكرية، ونتمنى إنها لا تتجاوز مجال الفكر. نظن الفكرة واضحة، ونقول لكم مع الفيديو القادم عن الشتم والسب على حسب القرآن والسنة، وبالسلامة.